الأهالي في البصرة متخوفون حاليا من المناطق النفطية وعدم وفرات الحماية الصحية للأهالي في تلك المناطق. تعالوا نشاهد المقطع المصور الذي يوضح بعض أسباب تخوفهم. السلام عليكم، حبيت أوضح أمر جاي يتكرر عندنا أكثر من مرة وأمر خطير جدا. جاي مثل ما جاي تشوفون قطرات النفط، هالقطرات نفط نتيجة ادخار متصاعد من الشعلات النفطية من حق النهران عمر. الحقيقة مثل ما تشوفون ما جاي يروح، حتى ينغسل بالماء ما جاي يروح، هذا يولد أمراض سرطانية. وناشدنا المسؤولين أكثر من مرة ولكن لا حياة من تنادي.